نيجي بقى لموضوع مهم وهو البورتال هايبرتنشن. قبل ما نتكلم عن اي هايبرتنشن في البدايه عايزين نتكلم على البورتال سيركيوليشن اللي قدامنا دي. لما نيجي نبص قدامنا كده هنلاقي عندنا السبلين ده بيحصل له فينس درينج تمام عن طريق السبلينك فين ماشي. فيجي السبلينك فين هيتحد مع اتنين فينس كمان اللي هما السوبيريو والانفيريو ميسنتريك فينس اللي بيجيبوا الفينس درينج بتاع الامعاء تمام. فدلوقتي هيجي السبلينك فين اهو مع السوبيريو والانفيريو ميسنتريك فينس ويجمعوا كلهم مع بعض التريبيوتورز دي علشان يكونوا لي فين كبير اللي هو البورتال فين تمام. فهيجي بقى البورتال فين دوت عايز يخش الكبد. لما يجي يخش الكبد يخش الكبد ازاي؟ هيخش كده بسهوله؟ لا، لازم في الاول يتقسم لاتنين برانشز اللي هما ايه الليفت ورايت برانشز. خلاص البورتال فين يتقسم عندي لليفت ورايت برانشز ودخل الكبد تمام. لما يدخل الكبد بقى يتقسم لسمول برانشز اصغر من كده. السمول برانشز دي هتروح لليفر ساينوسويدز تمام. الليفر ساينوسويدز اللي هي موجوده في الهيباتوسايتس وبتعمل ديتوكسيفيكيشن وفلتريشن والحاجات دي، فهو هيدخل فيها السمول برانشز بتاعته هتدخل في الليفر ساينوسويدز دي. لما تدخل فيها هو عايز بقى ايه الفينس درينج ده يطلع تمام. هيطلع عن طريق ايه؟ عن طريق اللارج هيباتيك فينس تمام. اللارج هيباتيك فينس اللي هي طالعه من الكبد هيطلع فيها الايه الفينس درينج كده اللي هو جاي من الايه من البورتال فين، ويقوم داخل بعد كده على الانفيو فينيكيف. يعني هيطلع كده من اللارج هيباتيك فينس وبعد كده على الانفيو فينيكيف. يبقى دي البورتال سيركيوليشن بتاعتي. ان انا كان في الاول عندي حاجه اسمها السبلينك فين مع السوبيريور انفيريور ميسنتريك فينس، عملوا لي البورتال فين دخل الليفر. قبل ما يدخل الليفر اتقسم لاتنين برانشز الليفت ورايت برانشز. بعد كده لما دخل الليفر اتقسم لبرانشز اصغر من كده، دخلت حاجه اسمها الليفر ساينوسويدز. ولما دخلت الليفر ساينوسويدز طلعت بعد كده واتجمعت في حاجه اسمها الهيباتيك فينز عشان تعمل درينج في الهيباتيك فينز وبعد كده تصب في الانفيو فينيكيف تمام. تمام، ده بالنسبه للايه للبورتال سيركيوليشن. ايه بقى البورتال هايبرتنشن؟ هو انا اصلا عندي ضغط في الفينس بريشر ده ليه ضغط؟ ايوه انا بقول فينس بريشر تمام. فالفينس عندها ضغط هي كمان، يعني السيركيوليشن اللي هي البورتال سيركيوليشن ديت ليها ضغط. طيب الضغط ده جه منين؟ يعني مثلا دلوقتي عندي الارتيريال بريشر مثلا اللي هو 120 على 80 دوت، هو 120 على 80 عشان في بومب تمام. انما هنا الفينس بريشر بقى حصل ازاي؟ ده عن طريق الجرافيتي. فطبيعي ان هو يكون رقم قليل شويه اللي هو كام؟ النورمال بورتال بريشر حوالي 7 ماشي. طيب لما امتى بقى اقول ان الحاله دي عندها بورتال هايبرتنشن، في زياده في الضغط اللي جوه البورتال سيركيوليشن؟ لما يكون البورتال هايبرتنشن ده اكتر من 10 ل 12 ملي متر زئبق تمام. لما يكون عندي بريشر ده وصل اكتر من او يساوي 10 ل 12 تمام، كده اقول ان الشخص ده عنده بورتال هايبرتنشن. ده بالنسبه ايه للبورتال سيركيوليشن والقيمه بتاعه البورتال هايبرتنشن تمام. طب يلا بقى نتكلم عن الاسباب اللي ممكن تدخلني في بورتال هايبرتنشن. والله انا عندي ثلاث اسباب او ثلاث عناوين كبار ممكن يدخلوا لي في بورتال هايبرتنشن. ايه هما؟ اول حاجه اللي هو البري هيباتيك كوز ماشي. البري هيباتيك كوز ده اللي بيحصل فين؟ والله انا اصلا ليه قلت بري هيباتيك كوز اول حاجه رغم ان ترتيب السلايدات اصلا ايه مختلف، يعني الاكسترا هيباتيك ولا في الاول؟ وطبعا انا مش عامله الداتا الصراحه يعني، بس هو البري هيباتيك ليه هبدا بيها؟ لان انا دلوقتي عندي اتجاه الدم ماشي من تحت لفوق في الفين تمام. فالفين دلوقتي اتجاه الدم منين؟ من تحت لفوق. فهبدا من تحت كده اللي هي البورتال فين وبعد كده امشي جوه الليفر وبعد كده اطلع الحاجات اللي هي ايه فوق الليفر تمام. فاول حاجه هبدا بيها اللي هي البري هيباتيك كوزس او الانفرا هيباتيك ماشي. ايه اللي تحت الكبد اصلا؟ اللي هو البورتال فين. مش احنا لسه من شويه كنا بنقول البورتال فين كده داخل الليفر عن طريق اللي هو اتقسم لبنشين ليفت وايت بنشز؟ طيب تمام. دلوقتي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في البورتال فين فتعمل لي بورتال هايبرتنشن؟ ان يحصل بورتال فين اوبستراكشن. البورتال فين ده يتسد ازاي؟ والله اول حاجه ان ممكن يكون الطفل مولود كده، مولود بستريكتشر في البورتال فين. البورتال فين حصل فيه ستريكتشر كونشنتنالي ماشي. دي اول حاجه والله ممكن تحصل. طيب تاني حاجه ممكن الاقيها وتعمل لي بورتال هايبرتنشن ان انا يكون عندي بورتال فين كومبريشن، ان يكون مثلا عندي هنا لنفوما او عندي تيومر او اي حاجه فعملت لي كومبريشن على البورتال فين، ضغطت عليه فسدته وقفلته وعملت لي بورتال هايبرتنشن تمام. يبقى اول حاجه ان هي كونشنتنالي استكتشر. طيب تاني حاجه ان في بورتال فين كومبريشن. طيب تالت حاجه بقى والحاجه اللي هي المهمه جدا واللي بيجي عليها الكيس في الامتحان، البورتال فين ثرومبوسيس. ايه اللي ممكن يعمل لي بورتال فين ثرومبوسيس في عيل صغير؟ بص دلوقتي انا مثلا ايه عندي نيونيت لسه مولود دلوقتي، فايه اللي حصل فيه؟ بيقول لك والله ان النيونيت دوت حصل جاله جوندس تمام، والجوندس دي باثولوجيكال. فانا دلوقتي عايز اعالجها، فبطل ان انا بعالجها بحاجه اسمها مثلا اكستشينج ترانسفيوجن، هركب له قسطره في الصوره بتاعته.
لما ركب له قسطره في الصوره بتاعته، القسطره اللي بدخلها دي بدخلها في الامبريكال ستامب. الامبريكال ستامب ده اللي هو بيكون على شكل السمايل فيس، بيكون فيه وان فين واتنين ارتويز والكلام ده. فانا بتنيني داخله بالقسطره بالقسطره لحد ما ايه، لحد ما اوصل للانفيريور فينا كيف، تمام، ادخل في الفين اللي هو في الامبريكال ستامب ده لحد ما اوصل للانفيريور فينا كيف، وبالتالي بقى ده اوصل للليفر. الاكستشينج ترانسفيوشن ده ممكن يقعد حوالي 6 ساعات، فيعني ده فورين بودي في الفينوس سيستم، فممكن يحصل يعني وارد جدا ان هو يحصل ثرومبوسس، تمام. فمثلا لو جالك قالك ان انت عندك نيونات، النيونات ده عنده جي اي تي بليدنج وابدومينال ديستنشن، و او مثلا ممكن انفانت، الانفانت ده كان دلوقتي عنده جي اي تي بليدنج وابدومينال ديستنشن، زمان وهو صغير لما دخل الاي سي يو كان ايه، اركب امبليكال كاسيتر، ماشي. طيب فيقول لك ان الحاله دي خلاص ايه، تتوقع ان هي تكون ايه، بورتال هايبرتنشن، علشان البورتال فينس فومبوسس اللي هو كان ايه حصل بسبب الكاسيتر اللي هو ركب دي، تمام. طيب ايه تاني ممكن برضو يعمل لي بورتال فينس فومبوسس، او بورتال سيبسس بقى، ليه حصل بورتال سيبسس او ليه حصل امبليكال سيبسس. الامبليكال سيبسس دي لان الامبليكس عندنا بيقول لك ان هو بينصح الام مثلا في الاول كده تقعد تنظف الامبليكس باستمرار بالكحول 70% عشان ما يحصلش اي فورم بادي او اي حاجه تدخل على طول على الفينوس سيركيليشن، فاللي هو ايه لازم نخلي بالنا قوي من الحته دي، تمام. يبقى تمام دلوقتي انت خلاص كده عرفت ان البورتال فينس امبوسس من احد اشهر الاسباب اللي بتعمل لي بورتال هايبرتنشن في الاطفال اللي هما بيركبوا قسطره وكده، ودي حاجه مهمه جدا خلي بالك منها عشان بتيجي في كيس، تمام. يبقى ده اول حاجه او اول سبب اللي هو البي هيباتيك كوز او الانفو هيباتيك كونشنتنال ستيكتشر، وبورتال فين كومبريشن عن طريق الليمفوما او عن طريق تيومر، وبورتال فينس امبوسس بالقسطره اللي انا بركبها، او ممكن برضو ايه بالسبسس اللي ممكن يحصل، تمام كده. تمام طيب نيجي بقى للانترهيباتيك كوزس اللي ممكن تعمل لي بورتال هايبرتنشن، حاجات في الليفر جوه الليفر نفسها. هنقسمها لثلاث حاجات، حاجات قبل الساينوسويدز بري ساينوسويدل، وحاجات ساينوسويدل، وحاجات بوست ساينوسويدل، تمام. حاجات بري ساينوسويدل اللي هي الايه، الهيباتيك بالهيسيسس. الهيباتيك بالهيسيسس بتاثر على البورتال تريكس والحاجات دي، فبالتالي دي بتعمل لي بورتال هايبرتنشن، بترفع لي الضغط فتعمل لي بورتال هايبرتنشن، تمام. طيب الساينوسويدال، الساينوسويدال لما تتأثر وكده حاجة اسمها الليفر سيروسس. الليفر سيروسس اللي كان بيعمل لي اللوس للأركيتكتشر بتاع الليفر أصلا، وعمل لي ديجنريشن وفايبروسس والحاجات دي كلها، فدي ايه ساينوسويدال كوز. طيب بوست ساينوسويدال يعني حاجات بعد الساينوسويدال اللي هي ايه، الفين اوكلوسيف ديزيز. الفين اوكلوسيف ديزيز دوت اللي هو بيحصل اوبستراكشن للسمول هيباتيك فينز، تمام. السمول هيباتيك فينس دي اللي هي جوه الليفر نفسها، اما اللارج هيباتيك فينس اللي هي كانت طالعه من الكبد ديت اللي هي ايه، هنضيفها يعني تبع السوبر هيباتيك كوزس، تمام، اللي هي فين اهي، البوت كاري سندوم. طيب تمام، يبقى دلوقتي الانتر هيباتيك كوزس حاجات بري ساينوسويدال وحاجات ساينوسويدال وحاجات بوست ساينوسويدال. بري ساينوسويدال اللي هي الهيباتيك بالهيسيسس، وساينوسويدال اللي هي السيروسس، والسيروسس ده يعني اشهر سبب اصلا يعمل لي بورتال هايبرتنشن. وكمان البوست ساينوسويدال زي الفين اوكلوسيف ديسيز عن طريق اللي هي الايه، اوبستراكشن لسمول هيباتيك فينس. طيب نيجي بقى لاخر مجموعه من الاسباب معانا، وهي مين اللي كاستر هيباتيك كوزس. اللي كاستر هيباتيك كوزس هيكون عندي ايه، اللي هي الحاجات اللي هي السوبر هيباتيك. احنا قلنا البري هيباتيك اللي هي الانفو هيباتيك، وبعد كده دخلنا جوه الكبد بري ساينوسويدال وساينوسويدال وبوست ساينوسويدال، وبعد كده نطلع بقى ايه فوق بقى السوبر هيباتيك او الاكسترا هيباتيك او اللي بنسميها ايه البوست هيباتيك، تمام. اللي هم مين، انا دلوقتي عندي زي ما قلت لك كده بيطلع مثلا من الليفر حاجات اسمها اللارج هيباتيك فينس. اللارج هيباتيك فينس ديت لما تطلع مش انا قلت ان البورتال فين بيخش جوه الليفر، وبعد كده لما جينا نتكلم على البورتال سيركيليشن قلت ان البورتال فين بيخش جوه الليفر وبعد كده يخش السينوسويدز وبعد كده يصب فين، في اللارج هيباتيك فينس، بعد كده في الانفيو فينا كيف. الانفيو فينا كيف اللي هو ده، تمام. فبالتالي هنا دلوقتي عندي ايه حاجات بقى اللي هي بعد الليفر اللي هي اللارج هيباتيك فينس. اللارج هيباتيك فينس لما يحصل فيها اوبستراكشن هيعمل لي حاجه اسمها اللي هي الايه البوت كاري سندوم، هنتكلم عليه كمان شويه بالتفصيل. طيب سيبك من اللارج هيباتيك فينس، نخش بعد كده على الانفيريو فينا كيفا. لما يحصل اوبستراكشن للانفيريو فينا كيفا عن طريق الثرومبوسس هيعمل لي بورتال هايبرتنشن، تمام. انت خلاص عملت يعني انت دلوقتي عندك البورتال فين، عملت تقفل الدرينج، تقفل الكورس بتاعه، تمام، فهيزيد الضغط جوه. طيب
ايه تاني بعد كده حاجة مثلا، يبقى احنا قلنا اول حاجة اللي هي البكتيريا سندوم، تمام، او الهيباتيك فين ثرومبوسيس. تاني حاجة الانفيوفينيكيفال ثرومبوسيس، وكمان هيكون عندي الكونستركتيف بيريكارديتس او البيريكارديال افيوجن. ايه اللي بيحصل في الكونستركتيف بيريكارديتس؟ ان انا عندي دلوقتي في الكونستركتيف بيريكارديتس ان القلب بيكون مخنوق، ففتحة الانفيوفينيكيفا بتكون كومبريسد، فبالتالي الانفيوفينيكيفا ايه بيتسد كده، او الكونستركتيف بيريكارديتس دي قافله الفتحه بتاعه الانفيو فينا كيفا، وعامله زياده في البورتال هايبرتنشن، تمام، في البورتال بريشر، تمام، فيعمل لي بورتال هايبرتنشن. طيب والبيكارديال افيشن نفس الكلام، القلب مخنوق، الانفيو فينا كيفا مش عارف يفتح ويفضي بشكل كويس. ورايت سايد هارت فيلير نفس الكلام بالظبط، ان القلب مش شغال والدم عمال يتجمع في رايت سايد وخلاص مش عايز دم، مش قادر ان هو يستقبل دم تاني من الايه البورتال سيركيليشن يعني، او من الانفيرو فينا كيفا، تمام. يبقى كده خلاص اتكلمنا عن الاسباب بتاعه البورتال هايبرتنشن، قلنا ان احنا عندنا بري هيباتيك كوزز، تمام، و الانترو هيباتيك او الهيباتيك، تمام، وبعد كده اللي هي البوست هيباتيك او السوبر هيباتيك، تمام. ده بالنسبه للاسباب. طيب نيجي بقى نتكلم على الكلينيكال بيكتشر بتاع البورتال هايبرتنشن. والله انا عندي، عشان مثلا تقول ان الشخص ده عنده بورتال هايبرتنشن، عندي طريات كده ممكن لو شفته في العيان ابصم بالعشره ان هو عنده بورتال هايبرتنشن. ايه الطريات ده؟ الطريات ده اهم ساين في البورتال هايبرتنشن ممكن تشوفه على البيشنت ده، انه يكون عنده سبلينوميجالي، تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه هيكون عنده ميه، وتالت حاجه دم. يبقى سبلينوميجالي ميه ودم، ميه اللي هي الاسيتس ودم اللي هو الهيماتيمسيس او الميلينا، تمام. مش فاكره انا كنا بنتكلم تقريبا على البليدنج تندنسي في الليفر سيل فيليا، قلت هيموفسس ولا قلت هيماتيمسيس؟ بس هي هيماتيمسيس اكيد يعني، تمام، انا مش فاكره الصح وقتها ايه يعني. طيب فدلوقتي بنتكلم عن الطريات بتاع البورتال هايبرتنشن. زي ما احنا قلنا كده الاسبلينوميجالي اول حاجه، وقلنا ان ديت الاسبلينوميجالي بعد كده ممكن يحصل له كومبليكيشن ويخش بعد كده في هايبرسبلينيزم. الهايبرسبلينيزم يحصل بين سيتوبينيا، وبدل الاسبلين مكان بيكسر الخلايا القديمه يكسر الخلايا القديمه كله، هي صبع، تمام. ده بالنسبه للاسبلينوميجالي اللي هي الموست امبورتنت كلينيكال ساين اصلا في حاله البورتال هايبرتنشن. طيب دي اول حاجه، ده بالنسبه للسبلينوميجالي. تاني حاجه الاسايتس، ميه ودم، تمام. ميه اللي هي الاسايتس، الاسايتس طبعا ليها اسباب كتير، كذا سبب يعني، او البورتال هايبرتنشن ده لوكال كوز، فهنا غالبا الاسايتس بقى بتحصل مع الليفر سيروسز يعني، واسوشيتد ويز هايبو البيومينيميا يعني القلب، من نقص القلب من ده، من اسرع الاسباب او من اكتر الاسباب اللي بتعمل اسايتس يعني. اما البورتال هايبرتنشن ده لوكالايزنج فاكتور اصلا، مش بيأثر قوي على الاسايتس يعني، فعشان كده بيقول لك ان هي غالبا بتكون موجوده في الحالات اللي هم عندهم ليفر سيروسس معاهم يعني، حصل مشكله في الليفر او الليفر فانكشن بتاعت يعني ضايعه، فبالتالي بيكون في نقص في القلب من يعني، تمام. طيب عشان كده يعني البورتال هايبرتنشن بيعمل لوكاليزيشن للفلويد ده في البريتونيال كافيتي، تمام. وبتاكد طبعا بالشيفتنج دولنس. طيب تمام، ده بالنسبه لايه للاسايتس. وبعد كده بقى الدم، الدم بقى ايه اللي هيحصل؟ الدم ده جاي منين؟ والله احنا عندنا بورتال هايبرتنشن، الضغط زايد في الايه في البورتال سيركيليشن، ايه اللي هيحصل؟ هتضطر او الجسم بقى هيعمل موديفيكيشن كده، ان هو يعمل حاجه اسمها بورتو سيستميك كولاترالز. الكولاترالز بقى ما بين البورتال سيركيليشن والسيستميك فينوس سيستم، بتبتدي بقى ان هي تشتغل. فين الكولاترالز دي؟ اماكننا فين بالظبط؟ فوق وتحت وفي النص، فوق وتحت وايه وفي النص، فوق عند الاسوفجس كده، ما بين الاسوفجس كده وال في الاسوفجس نفسه اهو، اسوفجيال فيسز ماشي، او جاست اسوفجيال كولاترالز. فيعمل لي اللي هي الدوالي بتاعه المريء ديت، الدوالي بتاع المريء لما تربشر تعمل لي هيماتيمسيس اند ميلينا. عشان كده بقول لك ايه، دم، في دم في الموضوع. كمان الهيماتيمسيس اللي هي بتكون في حاله الاسوفجيال فيسز ديت بتكون زي نافوره دم كده واتفتحت يعني، تمام. فهنا دي مشكله فظيعه يعني، اصلا ممكن تكون الفيرست برزنتيشن لعيان عنده بورتال هايبرتنشن هي الهيماتيمسيس دي، وممكن ما تلحقش يعني، في غالب الاحيان ممكن ما تلحقش العيان لو المشكله هيباتيك كوز يعني، تمام، يعني هي المشكله مشكله في الليفر نفسه، فنافوره الدم طلعت
بالاضافه لل HCL اللي موجود في الحته دي، فانت مش عارف تسيطر على الدنيا، لان الليفر اصلا اللي بيصنع لك كلوتنج فاكتورز، يعني ممكن تسيطر على الموضوع شويه خلاص، هو المشكله عندي في الليفر نفسه. اما مثلا لو كان السبب بري هيباتيك، يعني البري هيباتيك كوزز اللي احنا اتكلمنا عليها، لا خلاص هنا يعني ايه المشكله دلوقتي قبل الليفر، فالليفر خلاص ممكن يصنع لي كلوتنج فاكتورز، فبالتالي لما كلوتنج فاكتورز تتصنع وكده الهيماتيمسيس ده هيكون ايه اقل شويه، انما التاني خلاص مش عارفين نسيطر عليه وممكن يروح مننا لو المشكله عند العيان دوت في الكبد نفسه، هبات القوس مش بري هبات القوس. تمام. طيب تمام. ايه تاني؟ ده بالنسبه للاسوفجيال فاريسس اللي هي كانت فوق اللي هي الجاست اسوفجيال كولاترالز. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها انوريكتال كولاترالز. ايه الانوريكتال كولاترالز دي؟ دي من تحت بقى هيحصل بايلز وهيمويدز، فبالتالي هيكون عندي بليدنج بريكتو. ماشي. طيب تمام. فوق وتحت وفي النص، في النص هتلاقي عندك بقى ايه دايليتد ابدومينال فينز. هو اصلا هيكون كده، بص دي كبوت مدوسة، الكبوت مدوسة كبوت يعني راس الصحيحة الشريرة دي. ماشي. فهي عاملة زي التعابين كده اهي، بتكون عند الامبلايكس كده. تمام. بيقول لك ان البلد اصلا بيحصل له شيفتنج منين؟ مش احنا كان عندنا البورتال فين كده داخل الليفر عن طريق 2 برانشز، ليفت برانش ورايت برانش. تمام. فالليفت برانش قدام اللي هو موجود في الليفت برانش ده هيروح للبار امبلايكال فينز. ماشي. فبالتالي هيحصل ايه الكابوت مدوزة دي. طيب تمام. واصلا الفينس اللي هي بتكون رادييتنج اواي فروم الامبلايكس اللي هي حوالين الايه الامبلايكس بقى امبلايكال فينس دي. تمام. طيب ده بالنسبه للبورتو سيستميك كولاترالز. يبقى ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاع البورتال هايبرتنشن. احنا قلنا اول حاجه ايه واهم حاجه او من اللي هي الموست امبورتنت كلينيكال ساين اللي هي السبلينوميجالي مي بي كومبليكيتد بهايبر سبلينيزم. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه الاسايتس دي لوكالايزنج فاكتور، البورتال هايبرتنشن قصدي لوكالايزنج فاكتور ممكن يعمل لي اسايتس. وبعد كده عندي حاجه اسمها البورتو سيستميك كولاترالز فوق وتحت وفي النص. طيب نتكلم بقى على الليفر سايز. بيقول لك والله لو المشكله مثلا بري هيباتيك غالبا الليفر سايز بيكون نورمال، لان المشكله مش في الكبد نفسه. تمام. اما لو مشكله في الكبد مثلا حاجه زي الفايبروسيس او السيروسيس مثلا، ممكن تلاقيه في الاول زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو الكبد ممكن يكبر في الاول في الايرلي كيزز، وبعد كده لما يحصل بقى الفايبروسيس بقى ويكتر الفايبروسيس وكده يحصل الشرانكن ليفر. تمام. طيب في البوست هيباتيك كوزس بيحصل مايلد انلارجمنت في الليفر. تمام. البوست هيباتيك كوزس اللي هو زي ما احنا قلنا بقى الانفيو فينا كيفال سومبوسس والكونستكتيف بيكارديتس والحاجات دي، الليفر بيكبر بس يعني مش يعني بيكبر بشكل مايلد يعني. تمام. ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاع البورتال هايبرتنشن. نيجي بقى للانفستيجيشن اللي انا ممكن اعملها لمريض بورتال هايبرتنشن. اول حاجه ان انا هعمل ليفر فانكشن تيست. تمام. فاشوف على حسب بقى، والله مثلا لو الليفر فانكشن تيست دي طلعت نورمال فغالبا السبب هيكون بري هيباتيك اوبستراكشن. ماشي. طيب ده ليه جود بروجنوسيس ولا باد بروجنوسيس؟ ليه جود بروجنوسيس. تمام. يعني حاجه دلوقتي بري هيباتيك اوبستراكشن فجيت اشوف الليفر فانكشن تيست لقيتها نورمال، الكبد هنا بيصلح فالنتيجه عندي جود بروجنوسيس. طيب تاني حاجه لو المشكله في الكبد يبقى خلاص الليفر فانكشن تيست هتكون امبيرد، الكبد نفسه بايظ، فاي بقى طبعا هتوصل له الليفر فانكشن تيست اللي احنا قلناها قبل كده. تمام. طيب لو السبب بوست هيباتيك يبقى مايلد افكشن للليفر فانكشن تيست. تمام. يعني هتكون نورمال في حاله البري هيباتيك اوبستراكشن، مايلد افكشن في حاله البوست هيباتيك، وامبيرد بقى بايظه خالص في حاله الايه الهيباتيك كوزس. تمام. طيب ده بالنسبه للليفر فانكشن تيست. تاني حاجه اللي هي الليفر ايمج، الليفر ايمج عن طريق الالترا ساوند او سي تي او ال ام ار اي، بس هنا غالبا بنستخدم الالترا ساوند. لما نستخدم السونار هيوريني ايه؟ والله السونار عندي هنا مهم علشان هيوريني كذا حاجه، هيوريني مثلا الليفر، هيوريني السبلين، لو في اسايتس السبلين، ما عندي سبلين وميجالي وعندي اسايتس وكده. تمام. فهنا الليفر مثلا لو هنتكلم على مستوى الليفر او كده هيوري لي البورتال فين دايامتر وكمان يحدد الكولاترالز. تمام. تمام. ايه تاني عندي؟ اعمل برضو اندوسكوبي. ليه اندوسكوبي؟ لما اعمل اندوسكوبي علشان اشوف الاسوفجيال فايسز او على حسب بقى انا بعمل الاندوسكوب ده فين. ماشي. اشوف الفايس اللي ممكن تحصل نتيجة البورتو سيستميك كولاترالز. وممكن اعمل ايه تاني؟
ممكن اعمل بايوبسي، ممكن اعمل بايوبسي بس طبعا هنا عشان لو في فايبروس او كده، لو السبب مثلا سيروسس، بس هنا طبعا يعني ايه لو انت تخلي بالك جدا لان في نزيف اي بص حاجه كده، يعني انت بياخدوا احتياطات جدا في الحاله دي ان هو مثلا هيعمل لك بايوبسي او كده، لا في هنا مشاكل في الليفر ممكن يحصل نزيف كبير قوي، فلازم يكون هنا البيوبسي بحذر جدا يعني. طيب ويفضل ما يتعملش اصلا يعني. وبس بقى واعمل سيرش فور ذا كوز، ابحث عن السبب. طيب تمام. إيه ممكن برضه اعمل سي بي سي عشان لو في هايبرسبلينزم او كده الاقي عندي بانسيتوبينيا. تمام خلي بالك برضه ان الاندوسكوبي ديت يعني فور دايجنوسيس اند فور برضه ايه ثيرابيوتيك، ليها ثيرابيوتيك افكت يعني، ان انا مثلا ممكن اعالج الفايسز ديت اللي انا مثلا عملت لها اندوسكوبي كده، اعالجها بان انا احقن الماده الكاويه اللي هي السكليروسرابي، هنتكلم عليه في التريتمنت. تمام يبقى ده بالنسبه للانفستيجيشن اللي انا اشوف الليفر فانكشن تيستس نورمال ولا امبيرد ولا مايلد افكشن. تمام طيب الالتر ساوند او السونار احدد البورتال فين دايمتر والكولاترالز. تمام واندسكوب علشان اشخص بيه علشان برضو ليه ثيرابيوتيك افكت. تمام ده بالنسبه للانفستيجيشنز بتاع البورتال هايبرتنشن. يعني نيجي بقى للتريتمنت بتاع البورتال هايبرتنشن. والله عندي التريتمنت بتاع البورتال هايبرتنشن على حسب العيان ده في مرحله الاكتيف بليدنج ولا ان بتوين الاتاكس، يعني دلوقتي العيان بينزف حاله ايمرجنسي يعني لازم نتدخل فيها بسرعه، ولا حاله مستقره الى حد ما وانا عايز اعالجها. تمام والله بيقول لك لو هي مثلا حاله اللي هي اكتيف بليدنج وكده لا خلاص لازم اعمل له كذا حاجه. اول حاجه اعملها له ان انا اعمل له هوسبيتاليزيشن. تمام لما دخله المستشفى هعمله ريسوسيتيشن هناك. طيب الريسوسيتيشن ده عباره عن ايه؟ ان انا هديله فلويدز وبلود، هعوض الدم اللي هو عمال يفقد منه ده. تمام طيب هديله فلويدز الاول وعقبال بقى ايه ما اعمل الماتشنج للبلود وكده، ده مثلا ممكن ياخد وقت حوالي نص ساعه ولا كده، فهديله الفلويدز الاول وبعد كده لما الدم بتاعي يجهزه اقوم اديله الدم بعد ما اديله الفلويدز. ماشي طيب ده بالنسبه لاول حاجه اللي انا اعمل هوسبيتاليزيشن اند ريسوسيتيشن. طيب تاني حاجه مطلوب مني ان انا اوقف النزيف. طيب اوقف النزيف ده ازاي؟ والله عندي كذا حاجة. اول حاجة ان انا ممكن اديله فازوبريسن. الفازوبريسن ده دواء هدهوله هيعمل لي فازوكونستريكشن للسبلانكينيك ارتيولز. انا دلوقتي يعني لما اعمل فازوكونستريكشن للسبلانكينيك ارتيولز اللي هي راحة للجوت دي هيقل البلوت فلو اللي رايح للجوت، لان انا عملت فازوكونستريكشن للارتيولز اللي رايحة لها. تمام فبالتالي الفينوس درينج بتاعها هيقل، فهيقل البريشر في البورتال سيركيليشن، فكده قللت الايه البورتال هايبرتنشن او البورتال البريشر. تمام ده بالنسبه ايه لاول حاجه اللي هي الفازوبريسن انفيوجن. طيب ثاني حاجه ممكن اعمل له حاجه كده مؤقته اسمها السنج ستيكن تيوب. السنج ستيكن تيوب ديت هي اصلا مش تيوب واحده، هي كذا تيوب مع بعض، حاجه اسمها جاستريك بالون تيوب وجاستريك اسبيريشن تيوب واسوفجال بالون واسوفجال اسبيريشن تيوبس. فهو الفكره من التيوب دي اللي هي بتعمل ايه، اللي انا بدخلها مثلا كده مثلا واحد عنده اسوفجال فايسز مثلا. تمام فلما دخلها وكده التيوب دي اخرها بالونه، فبقعد بقى ايه املاها بالميه او املاها هواء او كده، فتضغط على الفايسز ديت فتحل لي المشكله او توقف لي النزيف. تمام تمام طيب هستخدم بقى ثلاث ادويه. ايه الثلاث ادويه اللي انا هستخدمهم؟ هستخدم انا قلت لك طبعا العيان دوت عنده بورتال هايبرتنشن، احتمال كبير مثلا ايه ان هو يكون عنده ليفر سيروسز او ليفر سيل فيلير او كده، لان هي فاكرين لما احنا كنا بنقول مثلا في الليفر سيروسز المرحله اللي هي بيكون فيها دي كومبنسيشن وبيحصل فيها ليفر سيل فيلير وبورتال هايبرتنشن والحاجات دي. تمام فعشان اتجنب ان العيان يخش في مرحله الانكفالوباثي هديله نيومايسين ولاكتلوز. وطبعا احنا اتكلمنا عن اهميه النيومايسين واهميه اللاكتلوز وازاي ليهم دور في ان هم يعالجوا او يقللوا الهيباتيك انكفالوباثي. تمام طيب كمان هديله سايميتيدين. سايميتيدين ده اتش 2 بلوكر، بيعمل لي ايه لو انا مثلا، هو طبعا عيان دوت واحد بينزف دم تمام من اي مكان في جسمه، فطبيعي بيكون في ستريس شديد جدا فممكن يحصل له ألسر، فعشان برضو ايه كبروفلكتيك تريتمنت كده للستريس ألسر هديله السايميتيدين ده. تمام تمام طيب بعد كده عايزه بقى احل بقى الموضوع حل كويس كده وحل مرضي ليا، يعني هعمل ايه؟ هعمل له اندسكوب. تمام هعمل له منظار واربط الدوالي دي، هربطها ازاي؟ بالبند لايجيشن او
السكليوسكوبي ديت اللي انا هحقنها بماده كاويه، تمام، هحقن الدايليتيف فينس دي بماده كاويه فتلزق في بعضها، يحصل كده فاس كونستريكشن فتتقفل، تمام. طيب تمام كده. فبالتالي الاندسكوب ده ليه دايجنوستيك افكت وليه ثيرابيوتيك افكت، تمام. هي كمان برضو بيقولك ان الاكيوت سكليروثيرابي ده اللي انا مثلا بعمل اندوسكوب واحقن فيه بقى الماده الكاويه في الدايليتيف بينس وكده اللي هو السكليروثيرابي ده الميثود اوف تشويس في التريتمنت بتاع الاكيوت فايسيال بليدنج. طيب يعني مثلا دلوقتي واحد بينزف، تمام، فانا عايز الحقه، هعمل له ايه؟ هدخل على طول بالمنظار واعمل له سكليروثيرابي، ده الميثود اوف تشويس في التريتمنت بتاع الحاله دي. طيب دلوقتي في مشكله ان انا ما ينفعش ادخل بالاندوسكوب بتاعي كده وانا ايه والدنيا كلها نافورة دم قدامي، فلازم أن يكون الفيجن بتاعي، مجال الرؤية بتاعي واضح، تمام. فلازم اوضح الدنيا او الدنيا مثلا اسيطر عليها الاول، اعمل لها كنترول الاول عن طريق دراجز كده الاول، لما استخدم الدراجز واوقف النزيف مثلا اديله فازوبريسن انفيوجن او ممكن اعمل له سنجستيكن تيوب او اي حاجه، بس المهم ان انا لما ادخل بالاندسكوب بتاعي الفيجن بتاعتي تكون كويسه علشان ما يكونش فيه بلاد ولا حاجه، واعرف اعمل سكريو ثيرابي كويس والتريتمنت بتاعي يكون ايه سكسسفول يعني، تمام. ده بالنسبه للتريتمنت ديورنج الاكتيف بليدنج. يبقى نقول تاني هعمل ايه؟ هوديه المستشفى اعمله ريسسيتيشن، وبعد كده اوقف النزيف بحاجتين واديله 3 ادويه واعمله منظار، واستخدم حاجه بقى بعد مع المنظار اعمله سكريو ثيرابي او باند ليجيشن. طيب ان بتوين الاتاكس بعمل ايه؟ هديله دراج اللي هو الاندرول. الاندرول دوت اللي هو اسمع معلش، الاندرول دوت اللي هو الايه البروبرانولول، هو ده بيتا بلوكر، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيقلل الكارديك اوتبوت، تمام. لما يقل الكارديك اوتبوت هيقل البلاد اللي هو رايح للجوت، فبالتالي هيقل الفينوس درينج وهيقلل البورتال بريشر، تمام. ده بالنسبه للتريتمنت. يبقى هنقسمه لديورنج الاكتيف بليدنج وان بتوين الاتكس، ماشي. ان بتوين الاتكس بالاندول او البروبرانولول، ماشي. وطبعا الدوز بتاعته قد ايه؟ 1/10 ملي بير كي جي بير دي. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع البورتال هايبرتنشن، تمام. يبقى نقول تاني اللي احنا قلناه في البورتال هايبرتنشن كده على السريع. اول حاجه اتكلمنا عن البورتال سيركيليشن، واتكلمنا عن النورمال فاليو او النورمال بريشر اللي هو 7 ملم سبق، وامتى يكون في بورتال هايبرتنشن؟ لما يكون البريشر اكتر من او يساوي 10 ل 12 ملم سبق. بعد كده دخلنا اتكلمنا عن الاسباب، اسباب بيباتك وانتايباتك واكسترايباتك، واتكلمنا عن كل حاجه فيهم. اتكلمنا عن الكلينيكال بيكتشر، قلنا عندي سبلين وميجالي وده الموست امبورتنت كلينيكال ساين في حاله البورتال هايبرتنشن، وميه ودم اسيتس اللي هي الميه، والدم اللي هو ايه النزيف اللي بيحصل نتيجه الهيماتيمسيز او الميلينا او كده يعني، تمام. بعد كده دخلنا على الانفستيجيشن واتكلمنا عليها، اللي انا ممكن اعمل ليفر فانكشن تيست. طبعا الانفستيجيشنز اصلا ثابته، لو تلاحظ ان هي ثابته في اي موضوع انت بتتكلم فيه، هتعمل ليفر فانكشن تيست في الاول، بعد كده هتعمل ليفر ايمج عن طريق السونار، عن طريق الالترا ساوند او السونار او السي تي مثلا او الام ار اي، تمام. بس الموست كومن يعني بستخدم السونار، وكمان هتعمل سيرش فور ذا كوز وتعمل بايوبسي، بس هنا البايوبسي يعني not preferred ان انا اعمل بيبسي هنا خالص يعني، واندسكوي علشان ايه اعمل diagnosis للفيسس. بعد كده اتكلمنا عن التريتمنت بتاعنا، تمام تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن موضوعين اتكلمنا عليهم قبل كده، هما الفين اوكلوسيف ديسيز وكمان البات كياري سندوم. طيب احنا قلنا عليهم ايه قبل كده؟ قلت لك والله ان انت عندك في الليفر هيباتيك فينس، الانتر هيباتيك فينس ديت اللي هي سمول، لما كان بيحصل فيها اوبستراكشن كان بتعمل لي سندوم او حاله اسمها الفينو اوكلوسيف ديسيز. اما الاكسترا هيباتيك فينس اللي هي كانت طالعه من الكبد ديت، تمام، لما كان بيحصل فيها اوبستراكشن هي لارج هيباتيك فينس، كان بيحصل فيها اوبستراكشن تعمل لي حاجه اسمها البات كياري سندوم، تمام. يبقى هنا اكسترا هيباتيك فين اوبستراكشن، التاني ايه؟ انتر هيباتيك فين اوبستراكشن. طيب تمام، ده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها السبب بتاع الفين اوكلوسيف ديسيز. والله بيقول لك ان مرض الفين اوكلوسيف ديسيز ده اصلا كان موجود بكثره زمان، ليه؟ كانوا بيسموه حتى كمان الاكيوت انفانتايل سيروسيس، ده كان بيجي لهم كده طفل من منطقه ريفيه كان سنه حوالي من سنه ل4 سنين كده ولا حاجه. الطفل ده طبعا عارفين زمان مثلا زي قصه طه حسين، كان لما كان تعب وكده ودوه للحلاق عالجه، صح؟ فهنا نفس الكلام برضو، الطفل ده مثلا لما يتعب وكده كانوا بيدوا له حاجه اسمها هيربلز
او اعشاب كده. الاعشاب اللي كان بياخدها دي كانت هيباتو توكسيك، الماتيريالز دي كانت بتعمل نيكروزس وثرومبوسس في الفينز، فتعملي المرض اللي هو اسمه ايه، الفينو اوكلوسيف ديسيز ده. طيب المرض ده موجود حاليا، للاسف رجع تاني. ليه؟ عشان المرضى اللي عندهم كانسر اللي بيتعالجوا بكيموثيرابي، للاسف ربنا يعافينا ويشفيهم باذن الله، تمام. فللاسف المرض ده ايه رجع تاني. طيب زي ما احنا كده قلنا اول حاجه الديفينيشن بتاعه، بعد كده اتكلمنا عن السبب بسبب النون، بس ممكن نتيجه هيربس او مال نيوتريشن. طيب نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاعته. لما نيجي نبص على الكلينيكال بيكتشر، ممكن تكون اكيوت، ممكن تكون سب اكيوت، ممكن تكون كرونيك. ممكن تكون اكيوت، هلاقي ايه اللي عندي، هلاقي الكبد بتاعه كبير قوي، ماركد هيباتوميجالي، هلاقي عنده ماسيف اسايتس، وهلاقي عنده سبلينوميجالي، يبقى الكبد والطحال هيكبروا وهيكون عندي ماسيف اسايتس، تمام. طيب السب اكيوت، السب اكيوت والله هتلاقي ان العيان عنده هيباتو سبلينوميجالي، نفس الكلام برضو، بس هنا ممكن يكون ايه، اسيمتوماتيك، اسيمتوماتيك هيباتو سبلينوميجالي، وهنا كان عنده ماسيف اسايتس، لا هنا عنده ايه، مايلد اسايتس. طيب الكورنيك، الكورنيك والله بيخش في مرحله بقى ايه، الليفر سيروسس والليفر سيل فيلير. حتى كمان احنا قلنا في اسباب الليفر سيروسس لما كنا بنتكلم عليها، وقلنا ان هي بالظبط نفس الاسباب بتاعه الكورنيك هيباتيتس، بالاضافه اللي احنا نزود عليها كمان حاجتين، فاكرين البيليري سيروسس وكمان الفاسكولار، الفاسكولار كوزس قلناها وقتها، اللي هي الفين اوكلوسيف ديسيز والباكياري سندوم والهارت فيلير، تمام. فهنا بالظبط نفس الكلام، الكورنيك فين اوكلوسيف ديسيز ممكن تدخلني في ليفر سيروسز وليفر سيل فيليو. طيب تمام، عايزين نقول ايه تاني؟ بيقولك والله ان العيان ده برضو للاسف ممكن يموت والكبد بتاعه شغال، وسبب الموت غير معروف اصلا. حتى كمان بوست مارتم بايوبسي، يعني لما اخدوا بوست مارتم بايوبسي لقوا ايه، لقوا ان كل الهيباتيك فينز مقفوله من جوه مقفوله، والفينس بتاعت اللي هي البورتال فين والسوبيريو والانفيريو ميسنتريك فينس والسبلينيك دي كلها مقفوله برضو، الانفيريو فينا كيف حصل فيه ثرومبوسس برضو، تمام. فهو السبب مش معروف. طيب تمام، نيجي بقى للانفستيجيشنز بتاعتي. لو جيت اعمل انفستيجيشن، نفس الانفستيجيشن اللي انا بعملها في اي عنوان اتكلمنا عليه قبل كده، بعمل ليفر فانكشن تيست، بلاقي ايه، مايلد انكريز في الترانس امينيزس، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه بعمل ليفر ايمج، الليفر ايمج دي عن طريق السونار. لو عملت السونار هلاقي عندي ايه، انا بقولك ان الفينس هنا حصل لها اوبستراكشن والثرومبوسيس فاتقفلت، فحصل فيها ايه، اتينيويشن، فهلاقي ان الهيباتيك فينس اتينيويتد، اتينيويتد هيباتيك فينس، تمام. بعد كده هعمل ليفر بايوبسي، والليفر بايوبسي هنا مهم جدا لان هو دايجنوستيك، ماشي تمام. وزي ما قلت لك احنا لما كنا بنتكلم في كلينيكال بيكتشر، قلت ايه، الكلينيكال بيكتشر عندي كانت اللي هو فيه ماسيف اسايتس في حاله الاكيوت، وكان فيه مايلد اسايتس في حاله السب اكيوت. فهنا هاخد بقى ايه، تاب كده من الاسايتس دي واحلل واشوفه، هلاقي عندي ايه، ترانسيوديت، ماشي. يبقى دي الانفستيجيشنز اللي هتاكد لي ان العيان ده فعلا عنده فينو اوكلوسيف ديسيز، وكمان في الحاله دي الليفر بايوبسي دايجنوستيك، ماشي تمام. طيب نيجي بقى للبات كياري سندوم. البات كياري سندوم نفس الكلام برضه، ان المشكله عندي هنا فين، في الاكسترا هيباتيك فينز، يعني المشكله في الفينو اوكلوسيف ديسيز في الانتر هيباتيك، لا هنا الاكسترا هيباتيك فينز اللي هي اللارج هيباتيك فينز بيحصل فيها اوبستراكشن. طب الاوبستراكشن ده حصل ازاي؟ انا طيب مثلا ثرومبوسيس، الثرومبوسيس دي كونت ازاي؟ مثلا ممكن الشخص ده عنده بوليثايسيميا، تمام، فالدم تقيل فبالتالي فرصة تكون الثرومبوسيس عالية قوي، تمام. او ممكن مثلا حصل اوبستراكشن عن طريق تيومر او كانسر، تمام. ممكن يكون السبب برضو ايديوباثيك. طيب تمام، بلاقي بقى على العيان ايه، كلينيكال بيكتشر بتاعتي، والله بقولك ان العيان ده ممكن ايه يسلك طريقين. الطريق الاولاني اللي هو الاكيوت فول من انتيهيباتيك فيلير. طيب لما يعني هلاقي ايه بقى في الاكيوت ستيج دي او الاكيوت فول من انتيباتيك فيليو، هلاقي فيها ايه، نفس الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، ان بدل ان العيان عنده هيباتوميجالي، بس الهيباتوميجالي هنا ايه، رابيدلي انلارجد تندر ليفر، دي اول حاجه. تاني حاجه هلاقي عنده الجوندس والانكفالوباثي والحاجات دي كلها والاسايتس وابدومينال بين، تمام. ده في الاكيوت ستيج اللي هي الفولمنت كورس. وممكن يسلك طريق الايه، الكرونيك كورس. الكرونيك كورس بتاعي هنا هلاقي ايه، ممكن يخش بعد كده في الليفر سيروسس، تمام. هلاقي ان الفيتشرز بتاعت الليفر سيروسس هي اللي موجوده عندي في العيان ده. ده بالنسبه للبات كياري سندوم.
عايزين بقى نتكلم عن الكوليستيزيس. طبعا هنا في الاطفال بيتكلم لك بس عنها كلمتين كده في الخفيف، انما في البطن ان شاء الله تاخدوها بالتفصيل في موضوع الجوندس. تمام، يعني ايه اصلا كلمه كوليستيزيس؟ كلمه كولي يعني بايل، وكلمه استيزيس يعني الفلو بتاع البايل بطيء. فانا دلوقتي البايل بتاعتي مش عارفه توصل للانتستين. طيب تمام، مش عارفه توصل للانتستين ليه؟ لان الطريق مسدود او مش مسدود. هنتكلم دلوقتي عن الكوزس بتاع الكوليستيزيس. طيب دلوقتي عندي ال RBCs بتاعتي بعد ما يعدي عليها 120 يوم وتبقى old RBCs، يجي السبلين يكسرها لي ويطلع لي حاجة اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين دوت لما يطلع هيديني حاجة اسمها جلوبين وهيديني حاجة اسمها هيم. الهيم دوت هيديني ايرون وهيديني بيليفردين. البيليفردين ده في الدم بقى هيعمل لي حاجة اسمها الهيموبيلوبين او الاندايركت بيلوبين او الانكونجيجيتد بيلوبين. تمام، فالانكونجيجيتد بيلوبين دوت المشكلة بتاعته ان هو فات سوليبل، فات سوليبل، فبالتالي يقدر يعدي البلاد برين بارير. فلما يعدي البلاد برين بارير هيعمل لي كوارث اصلا هناك، ممكن يعمل لي كورنكتورس اكسترا بيرامدال مانيفستيشن. فالمشكله بقى دلوقتي هتتحل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلى ليه شيال للانكونجوجيتد بلوبين دوت اللي هو الالبومين. تمام، فالالبومين هيمسك الاندايركت بلوبين على ما يوصل للليفر. الليفر بقى هيحل لنا المشكله ديت وهيعمل لي كونجيجيت بلوبين، هيعمل ابتيك للانكونجيجيت بلوبين وبعد كده يعمل له كونجيجيشن وبعد كده يعمل له اكسكريشن في البايل. تمام، هنا بقى المشكله عندي دلوقتي ايه؟ في الاكسكريشن. الاكسكريشن بتاع البايل مش تمام، مش سليم، مفيش اكسكريشن للكونجيجيت بلوبين اللي الليفر عمله دوت، مش هينزل في الانتستين نتيجه الاوبستراكشن او نتيجه اي سبب من الاسباب اللي احنا نقول عليها دلوقتي. تمام، فبالتالي البلوبين ده هيتنيه موجود في الليفر، هيعمل دامج للليفر بعد كده يقوم رايح للدم فيزيد الكونجوجيت بلوبين في الدم. علشان كده بيقول لك ان نسبة الكونجوجيت بلوبين لازم تكون اكتر من 20% من التوتال سيرم بلوبين علشان اقول ان العيان ده عنده كوليستيزيس. تمام، لان الايه كونجوجيت بلوبين مش بيحصل له اكسكريشن في الانتستين، فعمال يتراكم يتراكم لحد ما يروح يرجع للدم تاني فتزيد نسبته في الدم. ماشي، تمام، باختصار كده يعني. طيب عندي حاجه اسمها نيونيتال كوليستيزيس. هو اصلا يعني بصوا، هي اصلا موضوع ممكن نسميه اوبستراكتيف جوندس، لما انتوا هتاخدوه في البطن يعني هتلاقي اللي هو الاوبستراكتيف جوندس. تمام، بس هنا في الاطفال ليه بنقول عليها كوليستيزيس مش بنقول عليها اوبستراكتيف جوندس؟ الكوليستيزيس غالبا بنقولها عن البيشنت اللي هو مثلا ايه سنه سنه او اقل، اللي هو نيونيت او انفانت. تمام، ليه؟ لان اشهر سبب هنا في الكوليستيزيس يعمل لي كوليستيزيس في النيونيت وفي الانفانت اللي هم الناس اللي عندهم سنه او اقل بيكون ايديوباثيك. تمام، مش اوبستراكشن، فعشان كده مش بسميه اوبستراكتيف جوندس، بسميه ايه كوليستيزيس. تمام، العيان بقى هيكبر بعد كده نبقى نسميه خلاص اوبستراكتيف جوندس لو السبب اوبستراكشن او كده، بس هنا غالبا السبب بيكون ايديوباثيك، عشان كده ايه سميناها كوليستيزيس. ماشي، طيب نيجي بقى للاسباب اللي ممكن تعمل لي كوليستيزيس. زي ما احنا قلنا اول واشهر سبب اللي هو الايديوباثيك كونشنتنال هيباتايتس. لو خدت بايوبسي من العيان ده بلاقي الهيباتايتس او الهيباتوسايتس بتكون جاينت سيلز، خليها كبيره قوي. تمام، فممكن اسم تاني للايديوباثيك دوت اللي هو الايه الجاينت سيل هيباتايتس، وده اشهر سبب عشان كده ما سميتوش اوبستراكتيف جونز. طيب كمان اسباب تانية انتر هيباتيك زي التورش انفكشن، حاجه زي الايه التوكسيبلازموسيس بقى ويوبيلا سيتوميجالو فيروس الهيربس، الحاجات دي كلها من اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل لي كوليستيزيس. وميتابوليك ليفر ديسيز، مشكله في الميتابوليزم بتاع الفات او الكربوهيدرات او البروتين او الامينو اسيد، زي مثلا مشكله فيه زي التيروسينيميا في الكربوهيدرات مثلا زي الجالاكتوزيميا، حاجه زي الالفا 1 انتي تيرسين ديفيشنسي اللي هي كانت بتعمل لي امفيزيما في اللونج. تمام، وهتاخدوها بالتفصيل الحاجات دي كلها اصلا في الايه في البطن، الالفا 1 انتي تيرسين ديفيشنسي والحاجات دي. يبقى خلاص كده اتكلمنا عن الاسباب اللي ممكن تعمل لي كوليستيزيس انترو هيباتيك. في اسباب بقى اكسترو هيباتيك، تمام، زي مثلا ايه مشكله في البيليوري سيستم، يعني المشكله اما تكون مشكله في الليفر زي الاسباب اللي احنا قلنا عليها ديت، او مشكله في البيليوري سيستم اكسترو هيباتيك اللي هي ايه زي البايل داكت اتويسيا، بيسموها الاي اتش بي اي الاهبه، اللي هي الاكسترا هيباتيك بايل دكت اتويسيا، ده الاسم القديم بتاعها. تمام، اما الاسم الجديد بقى بتاعها اللي هو ايه البروجريسيف اوبليتريتيف كولانجيوباثي. بروجريسيف تمام، اوبليتريتيف اللي هي الاوبليتريشن، كولانجيوباثي يعني ايه بايل دكت. المشكله هنا بتبقى في الهيباتيك والبايل والسيستيك والكومون بايل دكت، كل حاجه ايه بتكون ضيقه، ومع السن انا قلت اللي هو اسمه اصلا بروجريسيف، مع السن
الدوكس دي كلها بتبتدي تضيق وبيحصل لها اوبليتريشن في الاخر وبتقفل خالص، تمام؟ عشان كده بسميه ايه، بروجريسيف اوبليتريتيف كولانجيوباسي. ماشي. السكك دي كلها بتاع الدوكس دي بتبقى ضيقه في الاول وبعد كده مع مرور الوقت بتتقفل. تمام. ايه تاني؟ كمان حاجة عندي اسمها الكوليدوكال سيست. يعني ايه كوليدوكال سيست؟ الكوليدوكال سيست دي اللي بيحصل فيها ان هو بيحصل عندي سيستك دايليتيشن، خصوصا اشهر مكان الكومون بايل دكت، تمام؟ فيحصل بقى السيستك دايليتيشن ده يعمل كومبريشن على الدكت ويعمل كومبريشن على الديودينم، تمام؟ فهي المشكلة بتاعت الكوليدوكال سيست اصلا ان هي بتقلب بكانسر فيما بعد. فخلاص كده لما دلوقتي عملت كومبريشن على الدكت وعملت كومبريشن على الديودينم، فخلاص البايل مش هتوصل للانتستين، تمام؟ طيب تمام. ده بالنسبة كده حاجة بسيطة يعني عن الكوليستيزس. طيب يقولك حاجة عندك كده اسمها التشايلد هود كوليستيزس، اللي هي بقى لما الطفل بقى يكبر شوية. ايه الأسباب اللي ممكن تعملي تشايلد هود كوليستيزس؟ بنختصرها في الـ A 2B و C و W. ايه اللي هي الـ acute viral hepatitis، تمام؟ تمام. بي اللي هي البايل دكت اوبستراكشن، عن طريق ايه؟ عن طريق ستون او عن طريق كومبريشن، اي حاجه سدت البايل دكت. وسي اللي هي الايه، الكلوبرومازين، الدراج كلوبرومازين، ماشي. والدبليو اللي هو الويلسون ديسيز. فهو اصلا الويلسون ديسيز اللي احنا اصلا قلنا يعني الويلسون ديسيز هنا في التشايلد هود ما قلناهوش مثلا ضمن الميتابوليك ليفر ديسيز اللي بتعمل لي كوليستيزس في النيونيتو الانفانت، لان غالبا الويلسون ديسيز ده بيبدا يعني ابتدي اكتشفه في الطفل مثلا وهو عنده 5 سنين في مرحله التشايلد هود، تمام؟ فعشان كده خليته ضمن التشايلد هود كوليستيزس، تمام كده. ده بالنسبه للكوليستيزس. قلت ايه فيها؟ قلت اول حاجه زي موضوع كبير مش عايز اطول الدنيا شويه. قلنا اول حاجه ان لازم الكونجيجيت بالروبن يكون اكتر من 20% من التوتال سيروم بالروبن. وبعد كده اتكلمت عن الاسباب بتاعتي، ممكن تكون مشكله في الكبد انتر هيباتيك، وممكن تكون اكسترا هيباتيك ببايل دكت اتريسيا او بكوليدوكال سيست. وبعد كده اتكلمنا عن الاسباب اللي ممكن تعمل لي تشايلد هود كوليستيز، تمام كده. طيب هنتكلم بقى عن الهيباتوميجالي. بس قبل ما نتكلم عن الهيباتوميجالي عايزين نعرف النورمال ليفر سايز قد ايه. هنحدد الاوبر بوردر وهنحدد اللور بوردر ونقيس المسافه ما بينهم اللي بنسميها اللايف الليفر سبان، تمام؟ الليفر سبان اللي هي المسافه ما بين الاوبر بوردر واللور بوردر، تمام؟ طيب الاوبر بوردر موجود فين بالظبط؟ لو انا جيت كده اعمل البركشن الجميل بتاعي هوصل للاوبر بوردر بتاع الليفر عند الفيفز انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، تمام. طيب بعد كده عايز اشوف بقى اللور بوردر. بقول لك والله على حسب انت بتتكلم في طفل عنده قد ايه. لو انت مثلا بتتكلم في نيو بورن فهتلاقي ان اللور بوردر حوالي 3 سنتي بيلو كوستال مارجن. لو انت بتتكلم في طفل مثلا عنده 4 شهور يبقى النورمال اللي انت تلاقي اللور بوردر 2 سنتي تحت كوستال مارجن. لو انت بتتكلم في مرحله التشايلد هود يبقى النورمال اللي انت هتلاقي ايه، اللور بوردر 1 سنتي بيلو كوستال مارجن، تمام. ده بالنسبة للأبر بوردر واللور بوردر. تيجي بقى تشوف الليفر سبان اللي هي المسافة ما بين الأبر بوردر واللور بوردر، برضو عند الميكرو فيكلر لاين هتلاقيه حوالي قد ايه. في النيو بورن حوالي 4 سنتي، تمام، ما بين الأبر واللور. طيب في التشايلد هود هتلاقيه حوالي من 8 ل 10 سنتي. ده النورمال سايز بتاع الليفر اللي انا المفروض الاقيه، عشان لو ما لقيتش غير كده يعني لو ما لقيتش ده يبقى انا خلاص مرحله هيباتوميجالي. لو لقيت المسافات دي اكبر من كده يبقى دي خلاص هيباتوميجالي، ماشي تمام. نيجي بقى للاسباب اللي بتعمل لي هيباتوميجالي. والله ممكن كده نختصرها في جمله ايه، الكبد الملتهب بيخزن دم وبايض. يعني اصلا تجميعها كده وحاجات كتير طبعا انت هتالفها وهتكون عارفها اصلا. يعني الكبد الملتهب، الملتهب اللي هو الانفلاميشن، تمام. الهيباتيتس دي ممكن تحصل عن طريق ايه؟ ممكن تحصل نتيجه فيروس او نون فيروس، تمام. فيروس هيباتيتس، وتقعد تتكلم عن الفيروسات اللي ممكن تعمل لي هيباتيتس. ونون فيروس زي ايه؟ بكتيريا، باراسيتيك، اوت اميون دراج زي الباراسيتامول زي الاي ان اتش. والبكتيريا بقى تقعد تعد كده تكتب مثلا نوع من البكتيريا، باراسيتيك مثلا زي البلهارسيا كده يعني، تمام. ده بالنسبه للانفلاميشن. طيب تاني حاجه بيخزن زي الميتابوليك ليفر ديسيز، مشكله مثلا في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات زي الجلايكوجين ستورج ديسيز زي الجلاكتوزيميا، مشكله في الميتابوليزم بتاع البروتين زي التيروسينيميا، مشكله في الميتابوليزم بتاع الفات زي الجوشر ديسيز والنيمان بيك ديسيز،
والويلسون ديسيز وهيصه بقى تمام. مشكله برضو ايه تاني حاجه اللي هو الانفلتريشن، انفلتريشن سواء كان ببرايمري تيومر رايح للليفر زي الهيباتوبلاستوما او سكندري تيومر ليكيميا ليمفوما اي حاجه تمام. ده بالنسبه لكلمه ايه بيخزن. طيب دم موبايل، دم اللي هو ايه حاجتين هيماتولوجيكال وفاسكولار. هيماتولوجيكال زي الكرونيك هيموليتيك انيميا مثلا حاجه زي الثلاسيميا تمام، وفاسكولار نفس الكلام فين اوكلوسيف ديسيز لو كان انتر هيباتيك، ولو كان برضو اكسترا هيباتيك يبقى بوت كياري سندوم. واخر حاجه بقى اللي هو البايل اللي هي البايل دكت اتويسيا تمام. ده بالنسبه لايه للاسباب اللي ممكن تعمل لي هيباتوميجلي. الحمد لله كده خلاص خلصنا الشابتر يعني. اتمنى والله ان انا اكون يعني افدتكم بحاجه، ودعواتكم بقى بالتوفيق يا شباب.